أكدت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على سعي مملكة البحرين المستمر نحو التميز في مجال تمكين المرأة. سمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أكدت التزام المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل كافة اختصاصاته المنوطة به في إطار مؤسسي ومرجعي يؤهله لأن يكون أحد أهم الآليات الوطنية الكفيلة بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في مجال تعزيز نهضة المرأة البحرينية كرافد أساسي لمسيرة العمل الوطني بحكم مساهمتها الفاعلة وإنجازاتها القيمة على مدى عمر تلك المسيرة الخصبة. وقالت صاحبة السمو الملكي أن يوم المرأة البحرينية وبعد 8 سنوات على إطلاقه بات حدثا وطنيا بارزا على أجندة المناسبات الوطنية التي تحتفل بها مملكة البحرين كل عام، وتربتها فرصة طيبة لتوثيق مسيرة عمل المرأة في البلاد، حيث يتم إلقاء الضوء هذا العام على ما قدمته وتقدمه ابنة البحرين في مجال العمل المالي والمصرفي بقصد إبراز نجاحاتها ورصد إنجازاتها منذ دخولها هذا القطاع منذ أكثر من 50 عاما، ولا تزال مسيرتها فيه مستمرة وتسجل النجاح تلو النجاح. وأكدت سموها أن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة العاملة في القطاع المالي والمصرفي إنما يأتي تماشيا مع الإنجازات العريقة التي حققتها المرأة في هذا القطاع وقدرتها على الإسهام بفعالية في تكريس دور البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد، مشيدة سموها بالكوادر المؤهلة والطاقات المتجددة في شتى مجالات وأوجه العمل المصرفي، وهو ما تثبته وتؤكده إسهامات وإنجازات المرأة البحرينية في هذا المجال. وبهذه المناسبة رفع سموها تهانيها إلى عاهل البلاد المفدى مؤكدة بأنه لولا الرعاية الملكية والتوجيهات السديدة لجلالته حفظه الله ومن بعد توفيق من الله لما تيسر وصول المرأة لمواقع صنع القرار وحصولها على الفرص النوعية التي أتيحت لها ضمن مجالات العمل الجديدة التي بدأت تؤهلها بكل قوة واستطاعت أن تثبت جدارتها فيها وتواصل عطاءها. وأكدت سموها على الحرص المجلس المستمر على مساندة كافة مؤسسات الدولة لتفي بالتزاماتها الدستورية تجاه مشاركة المرأة البحرينية ودعم أدوارها التنموية المتعددة، مقدرة في هذا الصدد جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما هنأت سموها المجتمع البحريني بهذه المناسبة الوطنية التي خصصت للمرأة البحرينية بمباركة ملكية وشعبية نجد أصداءها الطيبة في كافة المجالات، خصوصا وأن البحرين تحتفل بها تمهيدا لاحتفالات الوطن التي تأتي بمثابة الامتداد المعنوي والمظلة الأكبر ليوم المرأة البحرينية التي نحتفي بإنجازاتها في كل مكان وزمان، مشيدة بمواقف الرجل البحريني الذي ستسجل له الذاكرة الوطنية الحرص والإقدام على أن تجد المرأة البحرينية المكانة التي تستحقها في مسيرتهم المشتركة في البناء والتطوير. هذا وقد تفضلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، فشملت برعايتها صباح اليوم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2015 تحت شعار المرأة في القطاع المالي والمصرفي ببورصة البحرين. وخلال الاحتفال قامت سموها حفظها الله بتكريم الأوائل من النساء اللواتي عملن في مؤسساتهن من ذوات الخدمة الطويلة، إضافة إلى النساء الحاصلات على المناصب العليا في المؤسسات المالية والمصرفية. كما قامت سموها بجولة في معرض الصور التاريخية للمرأة في القطاع المالي والمصرفي وما وصلت إليه من مناصب قيادية تمثلت في وصولها لرئاسة مجالس إدارة البنوك وشركات الاستثمار المالية. كما ألقى سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي كلمة أعرب فيها عن شكره وبالغ امتنانه لصاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لتفضلها بتخصيص يوم المرأة البحرينية للعام 2015 للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي ودعمها لكافة الفعاليات التي أقيمت على هامش الاحتفالية لتسليط الضوء على منجزات ومكتسبات المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي.
وأعرب المعراج عن سعادته بالمشاركة في تكريم نخبة مميزة من نساء البحرينيات الرائدات في القطاع المالي والمصرفي، التي كانت إنجازاتهن ولا تزال ركيزة من ركائز نهضة القطاع المالي في المملكة وتطوره، حيث أن مشاركة المرأة في هذا القطاع على مدى 50 عاما الماضية حققت الكثير من الإنجازات وقصص النجاح التي أثرت التجربة المصرفية والمالية في البحرين، مؤكدا في الوقت ذاته العزم على مواصلة دعم مصرف البحرين المركزي لتبني أي مبادرات وتوجهات من شأنها أن تمكن المرأة البحرينية وترفع نسب مشاركتها وتمثيلها على كافة المستويات في القطاع المالي والمصرفي. كما تم عرض فيلم بعنوان وراء كل حفيدة جدة، يحكي قصة إحدى السيدات اللواتي عملن لمدة 40 عاما في القطاع المصرفي. قرأت، تعلمت، شاركت، أيقونة تعزف كل عام في يوم المرأة البحرينية، شعار يترجم كل نجاح حققته في مسيرتها، فإنجازاتها تتوالى عاما بعد عام. واليوم وبعد عام من الجهود والعمل الدؤوب تتوج مسيرة المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي في احتفال يختصر كل معاني التقدير لتفانيها وتضحياتها. الواقع على الأرض سواء في القطاع الخاص أو في الحكومة نجد أن المرأة لها دور فاعل وواضح، والاحتفال بيوم المرأة هو نقطة مهمة نستذكر ما تم في الماضي ونتمنى أكثر في المستقبل. هذا القطاع من أكثر القطاعات استقطاب للكفاءات النسائية اللي أثبتت كفاءتها وقدرتها على العطاء. اليوم نشهد أمثلة حية وقصص نجاح كثيرة، ونستغل الفرصة لتقديم التهنئة لهم. أداء المرأة في القطاع المالي المصرفي أعتقد أنه بارز العيان وواضح جدا أن دور مشرف ودور كبير. لا شك أن المرأة البحرينية متواجدة بقوة في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين،
وهي تتطور باستمرار وتسبق الرجل في كثير من الأحيان. أكاديميا هي سابقة للرجل، ونتمنى أن تكون في قيادات المؤسسات المالية والمصارف. ولا يسعني إلا الشكر الجزيل إلى صاحبة سمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعمها بعملية النهوض بالمرأة، ونتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. التكريم من قبل صاحبة السمو الملكي في هذا اليوم له وقع مختلف على نفوس نساء قدمن الكثير في مسيرتهن العملية. بالنسبة لي هذا التكريم هو مسك الختام، أسعدني جدا وأثلج صدري، شكرا سمو الأميرة. تكريم اليوم من قبل صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة شرف لي وأعتز فيه، وهذا التكريم يعني مهم بالنسبة حق المرأة لأنها بتعطي أكثر وأكثر وأكثر في مجال عملها. سعيدة جدا بالتكريم، أثلج صدري، وخصوصا أنه كان من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم اللي كلها كل احترام، وإن شاء الله هذا التكريم يدفعنا للعطاء أكثر وأكثر. تكريم المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي هو تكريم لنساء البحرين أجمع، وما حققته المرأة في هذا القطاع من نجاح هو مفخرة لمجتمعها. قرأت، تعلمت وشاركت، واليوم حصدت ثمار نجاحها. مشوار امتد لأكثر من 50 عاما تم تتويجه اليوم بحضور سيدة البحرين الأولى. سهر عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.